writing. Open your workbook, page 53, page 56. 1. Compare the saber-toothed cat and the woolly mammoth. Use the comparative adjectives from the workbook. طيب طالبين منا نعمل comparing مقارنة between the saber-toothed cat and the woolly mammoth. Okay. الأدجكتيف اللي أعطونا إياها هي bigger, smaller, scalier, heavier, sharper, darker, and longer. طيب, please write the meaning of each adjective. Bigger, أكبر. بدنا نشوف مين أو who is the bigger. The saber-toothed cat or the woolly mammoth. Smaller, أصغر. مين أصغر؟ Okay. طيب, scarier. Scarier, الأكثر إخافة أو المخيف. مين أكثر مخيف من الثاني منهم؟ Okay. طيب, heavier. Heavier, أثقل. Heavier, أثقل. طيب, sharper. Sharper, أحد. مين منهم؟ إذا شيء أحد من الثاني، يعني حاد، أحد أكثر من الآخر. أوكي؟ طيب، darker بمعنى أغمق. ممكن نعتبرها هون على الكلر، على اللون. أوكي؟ أغمق. And the last adjective longer. Longer أطول. أوكي؟ طيب، نتذكر سريعا كيف نكتب جملة باستخدام الكومباريتيف. باستخدام الكومباريتيف نبدأ ب السبجكت بالأول، الفاعل. الشخص أو الثينج اللي بدي أقارنه بشيء ثاني، أوكي؟ فنحن عندنا خيارين، يا إما بنستخدم رح نبدأ ب paper tooth cat or woolly mama حسب الأدجكتيف اللي بدي أحطها لكل واحد فيهم، تمام؟ then رح أحط is أو are حسب أنا عم بحكي عن one thing أو one person or more than. إذا أكثر من واحد رح أستخدم are، بس حسب درسنا بما إنه إحنا عندنا one animal رح نستخدم is. اوكي رح نستخدم اس ما رح نستخدم اي لانه عم نحكي عن وان انيمال عن حيوان واحد بلس ادجكتيف الصفه من وين بدي اجيب الادجكتيف خيهم اعطونا هون بوكس كثير ادجكتيف بدك تختار على الاقل منهم فور اختار اربعه منهم واكتب عليهم الجمل بلس ذان ما ننسى ذان احنا ثبتناها حكينا انها دائما بتيجي بعد الصفه ذان اوكي وذان معناها من يعني بدي احكي اكبر من اصغر من اطول من اوكي بلس هلا اخر شيء رح ارجع احط برضه اسم الشيء الثاني اللي عم بقارن فيه اللي هو الناون الثاني او الشخص او الانيمال الثاني اوكي هيك بتكون اكتملت عندي السنتنس الجمله طيب نشوف اكزامبلز على الجمل بس انتم ما بتحضروا هاي الاكزامبلز الا بس تكتبوا جملكم الاربعه على الكتاب بعدين بتقرروا الحل فيها دان اوكي هاي عندي اكزامبلز كتبناها هلا قبل شوي انتم شوفوا الخيارات اللي انتم كتبتوها وقارنوها فيها اولي ماما مش حكينا بدي ابدا بسبجكت هون بدينا احنا بالولي ماما بعدين شو استخدمنا از مش از لانه الولي ماما 1 singular مفرد فهيك بستخدم معاه is plus adjective شو الصفة اللي استخدمناها bigger bigger أكبر أقولي mammoth is bigger بعدين ثبتنا than زي ما إحنا ثبتناها بالقاعدة فوق قبل شوي a paper tooth cat the paper tooth cat هي النون الثاني اللي عملنا له مقارنة معه أوكي طيب second example مثال آخر a paper tooth cat is smaller smaller than a woolly mammoth هون عكسنا الصفات بالاول استخدمنا bigger اكبر بعدين استخدمنا smaller اصغر طبعا على حسب مين على حسب الانيمال اللي اخترناه a saber-toothed cat is scarier scarier يعني اكثر اخافة than a woolly mammoth a woolly mammoth is heavier heavier اثقل او اضخم او اكبر than a saber-toothed cat كمان جملة The saber-toothed cat teeth هون حكيت عن أسنانها تمام؟ حكيت عن أسنانها عشان هيك استخدمنا الاس هاي اس الملكية Done The saber-toothed cat teeth are انتبهتوا كيف حطينا are مش is لأنه teeth الأسنان هي جمع
plural عشان هيك ما حطينا is حطينا all. sharper الصفة اللي استخدمناها sharper اخذنا معناها قبل شوي احد than the woolly mammoth teeth احد من اسنان الولي mammoth الماموث الصوفي. طيب كمان example the woolly mammoth is darker رجعنا حطينا is لانه الولي mammoth شو مفرد اوكي مفرد darker اغمق لونه اغمق than the saber toothed cat. The last example the woolly mammoth legs انتبهوا legs انتهت اس الجمع اذا ما بستخدم is بستخدم are longer اطول اقدام الماموث الصوفي اطول من saber toothed cat legs تمام من اقدام القطة السيبيرية ذات الانياب اوكي طبعا ملاحظة لما نكتب كل جملة على تطر ما ظل عندك وسع بتنزل على السطر اللي بعده وبننهيها اكيد مثل ما تعلمنا دائما بالفولو ستوب وبنبعد الكلمات عن بعض شوي بمقدار قطع واحد وبنكتب الخط مرتب والقلم مضبوط